هو مش علي ده اخويا؟ وبعدين باباك يبقى ايه بالنسبه لي يا علي؟ علي الله يسلمك. قلقتنا عليك يا عم. ما كانوش شويه دوناتس اللي يعملوا فيك كده؟ هو فين بابا؟ بابا في مشوار تبع الشغل وجاي. شغل ايه؟ بابا ساب الشغل. ايوه ما هو ماما وانكل حسن نزلوا بس يجيبوا شوير وحاجات كنا محتاجينها عشان البتاع. الحمد لله على سلامتك. عم انت عامل ايه؟ الف سلام عليك يا دكتور. شتمني من دول اعرف ان غلاوتك عندي. فين بابا يا مراد؟ انا لسه جاي من عنده. هو مش راح معاك مشوار بيسحب فلوس مع طنط ناديه؟ انا نسيت معلش. هو فعلا معانا كده. علي ايه يا حبيبي؟ ينفع كده؟ انا استحمل يعني خض عليك انت وابوك مع بعض مره واحده كده؟ هو مش بابا وصلك يا عمتي وقال لك ان هو هيروح مشوار مع طنط ناديه؟ مين ده ايوه يا عمتي. ايوه وصلني بابا وصلني. أيوة. عايزه اطمن عليك يا حبيبي. ايه اخبارك يا حبيبي دلوقتي؟ الحمد لله. اخوك وعمتك كانوا هيفضحوني. بالله اطمن. شكل الموضوع في عيلتك. طب يا عمته ما تعالي اقعدي اتفضلي. ليه هيوقف كل ده؟ اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا خير. ايه يا ابني متفق انت وابوك تقعوا في يوم واحد؟ ماشي. واحد قلب وواحد طحال. لا اله الا الله. مش من عيلتنا. وبابا ماله؟ انا عايز اشوف علي تاني يا حسن. ما الدكتور قال مفيش حركه النهارده. وانت ليه عاوز تقلقه عليك يا حبيبي؟ عاوز اطمن عليه. انا ما انا عارف. زينب. يا زينب شفت علي؟ الحمد لله هو كويس قوي النبي. بس ايه؟ أخوك الصراحة معرفش يستر. اتكلم برضو. مش ممكن يا رمزي. انت ليه مش عايز تصدقني علي؟ كله تمام. ده هما دعمتين وتسليك. اهو أو معاك يا علي. ايه يا حبيبي ازاي؟ طب الحمد لله. انا كويس يا حبيبي. انا كويس. محدش قال انه ما يعرفش. هي يعني مش محتاجه ان حد يقول لك. ناديه عايزاكي شويه. مش حبيبتي. يا حبيبتي ناديه. خدي دول يا ناديه. ايه ده يا زينب؟ دي فلوس حسن. لما يقوم بالسلامه يا حبيبتي بيديهم له. ليه بس كده؟ ما انتي وهو واحد. خلاص ما تتضايقيش، انا هنزل الحسابات بنفسي. تعبش نفسك. الحساب مدفوع. ما تزعلنيش منك يا زينب. حسن ده جوزي وعلي ده ابني. وزي ما انا مسؤوله منهم هم كمان مسؤولين مني. كنت عارفه ان انتي بنت اصول طول عمرك. ربنا يقومنا بالسلامة. تعالوا يا حبيبي. ممكن تروحوا بقى عشان انتوا الاتنين ما نمتوش وانتي عندك شغل بالليل. مش مهم. ايه اللي مش مهم؟